الاهلي يهزم الاتحاد السكندري 2-0 وواصل صدارته منفردا للقمه ويقترب من حسم اللقب. كابتن شريف، الف مبروك. الاهلي على بعد خطوه واحده من لقب بطل الدوري العام. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك كابتن. النهارده الاهلي لعب ربع ساعه وانهى المباراه بعد ربع ساعه، واعتقد ان ده اللي كان مطلوب من المباراه كلها، انك انت تاخد الثلاث نقاط دول 90% ودرع الدوري باذن الله. المباراه الجايه يكون عندك باذن الله في البيت، في البيت الكبير. المباراه النهارده حقيقه مباراه تتفرج عليها، او المباراه اللي جايه كلها اعتقد انها هتبقى زي مباراه الاتحاد النهارده. الفرق خلاص ما بقاش في فرق بتلعب دفاع او دفاع منطقه او نص ملعب، كله بيبحث عن فرد الامكانيات. اي فرقه بتلعب اي فرقه على فكره، مش النادي الاهلي بس، كنا بنقول دايما النادي الاهلي اللعيبه بتدور على الوجود وبتدور على الشو وبتدور على انها بتلعب قدام اكبر فرقه في مصر وافريقيا، فعلى الاقل تتعرف عليا، على الاقل تعرف عليا وانا بلعب قدام فرقه كبيره، غير ان انا بلعب مع فرق في نفس مستواي. ماتش النهارده بروفه جيده للمباراه الجايه، بروفه جيده بالنسبه للمدير الفني. المدير الفني اتعرف على الحاله البدنيه لاكثر من لاعب عندنا، ادى فرص وادى مساحات كبيره قوي للعيبه ما كناش بنشوفها بتاخد الفترات الكبيره دي كلها في الملعب، منهم القندوسي. غير القندوسي كمان النهارده في فخري كان موجود بشكل كويس، حافظ على معلول، واول مره يعملها يعني، يحافظ على معلول ويخرجه عشان المباراه الجايه. واعتقد ان احنا ما خسرناش حاجه في المباراه دي، لا انذارات ولا اي حد هيبقى مصاب او اي حاجه. يمكن محمد هاني حس شويه باجهاد ولا حاجه ف قلق عليه واحتفظ بيه بره. كل المطلوب كان من الفرقه النهارده الاداء اللي هو احنا اتفرجنا عليه السلس السهل، تمرير الكوره هي اللي بتجري حول اللعيبه، ما يعملوش مجهود كبير قوي، ولكن في شكل جميل جدا اتفرجنا عليه كلنا حتى انبهرنا. كهربا عمل كورتين النهارده، ها؟ نص الملعب. خد الكرة من نص الملعب واخترق، ها، وراح بيها منه للجون. صح. وعلى غير العاده راح عامل واحده لبره كده. قندوسي ما عرفش يقتنصها يعني، او زي ما بيرستاو عملها له وهو عرف يجيبها جون، قندوسي ما عرفش يواكب السرعه جنبه يعني. وراح مكرر الموضوع وعامل واحده ثانيه وراح رايح بنفس الاسبرنت ونفس الضغطه دي. علامه بالنسبه لي انا ان زي ما قلت لك احنا خرجنا من المعسكر لمعسكر. اهي المشهد ده اللي انت شفته بتاع كهربا، هو ده المعسكر. لما بتقفل على اللعيبه بتاعتك بتاخد منهم انتاج كويس قوي، مفيش شوشره بقى، مفيش، انت بعيد خالص عن القاهره، بعيد عن جميع الحاجات اللي هي ممكن تخرجك وتخرج ذهنك عن التفكير في المباراه. من اهم المباريات اللي انت عملتها النهارده دي والفوز بيها ثلاث نقاط هي مباراه اليوم. الاداء، اداء هقول لك 50-50 يعني. لعيبه النادي الاهلي بذكاء جدا قدروا في اي وقت بتحس ان هم محتاجين ان هم يدوسوا شويه ويروحوا على الجول بيروحوا. مش هنقول هم النهارده لا، بس هم الهدفين ريحوك شويه. هم بيلعبوا بقى خلاص، مش عايز اتعور، مش عايز. يمكن اللاعب حتى اللي هو بيبقى داخل جوه المباراه وتلاقيه الحميه عنده جامده قوي زي خدع فتاح مثلا، بيحاول يثبت دايما ان هو موجود. لو حصل اي حاجه انا موجود، انا بلعب يمين بلعب شمال، من احد الناس اللي هي جواكر يعني فريق الاهلي. ف عايزين نشوف طاهر برضو نفس الشكل. ربيع نزل النهارده، يمكن الوحيد اللي خد انذار عندنا بيرستاو، ولكن ده مش هيأثر في اي حاجه. عايزين ان شاء الله كويس بنفس الشكل وبنفس المفهوم اللي احنا تناولنا بيه الاعداد لهذه المباراه، يكون الاعداد الجيد باذن الله للمباراه الجايه. المباراه الجايه بتمثل لك حاجتين، عوده الدوري للبيت الكبير بتاعه، وفي نفس الوقت الكلاسيكو الاهلي والزمالك.
الاهلي والزمالك دي بطوله جوه بطوله، يعني انت معاك بطولتين في الماتش اللي جاي ده. ايوه. فمن غير الضغوط الضغط على لعيبه النادي الاهلي، بالعكس انت المفروض تبقى الاهدى، الدوافع عندك اقوى والاهدى، وتمر المباراه زي اي مباراه انت بتلعبها. الترشيحات كلها تيجي تتكلم على التقييمات والترشيحات والكلام من ده، نادي الزمالك بقى له وجود دلوقتي وبقى له شكل غير الفتره اللي فاتت كلها، ولكن الكفه كلها في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. الشكل الطبيعي، التقييم الطبيعي، الامكانيات الطبيعيه، الخبرات في المباريات اللي زي دي وليها بقى ناسها. يعني في لعيبه ليها ناسها في مباراه الزمالك هتكون موجوده ان شاء الله، وهنتفرج باذن الله. انا براهن من دلوقتي على مباراه جيده جدا الماتش اللي جاي، باذن الله نبارك لبعض، نبارك للجماهير طبعا بإذن الله. وانا ببارك لكم النهارده ان شاء الله على الدوري العام باذن الله. والسنه دي اللعيبه قالت كلمتها الحقيقه، واشكرهم. احنا لما بيروح مننا الحاجه وبتبقى غصب عننا، مش غير ليس الا غير اجهاد كويس وتلاحم مواسم وحاجات كده، فعلا بان السنه دي بالفكره الجيده طبعا اللي هو راحه اللعيبه. لو تفتكر الاداره خدت القرار ده، ف في حاجات انا لو مسؤول بيبقى قرار صعب عليا، بس لما باخد القرار بجني بقى الثمار. خدت بالك انت فاكر لما كنا الماتش اللي فات بقولك في غنايم؟ ايوه. طب الغنايم اللي احنا واخدينها السنه دي وان شاء الله اللي جايه باذن الله عشان ننهي موسم منفرد ليس له مثيل، موسم تاريخي ان شاء الله، تاريخي باذن الله، باذن الله. هو ده الفكر، هو ده التفكير، هو ده المسار الصحيح. الف مبروك، مش عايز اطول عليكم، وان شاء الله لو هنتكلم فنيات ولا حاجه بعد الكباتن باذن الله.